بسم الله الرحمن الرحيم. شباب تالتة ثانوي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنحل امتحان الجبر والفروضيه دور اول 2023. السؤال الاول معايا بيقول اذا كان نون زائد 2 تبديل س بيساوي نون تكعيب ناقص 4 نون في نون تربيع ناقص 1 وعايز قيمه س. هنا لما اجي احل المضروب بقول المضروب اللي فوق على المضروب اللي فوق ناقص اللي تحت. هنا بحلل باخد النون العام مشترك من هنا بقى نون تربيع ناقص 4 ارجع احللها تاني تبقى نون ناقص 2 في نون زائد 2 وانزل برده فرق المربعين هنا المقدار. هنا ممكن اقول المضروب نون زائد 2 اخد النون زائد 2 بره فتبقى لي هنا جوه المضروب تبقى نون زائد 1 ارجع اطلع نون زائد 1 تاني وهكذا لحد ما نوصل اقل قيمه عندي تقدر تختصر مع الطرف التاني. تمام، تعالوا كده نطلعها كل مره لحد ما نوصل لاقصى الصوره. يبقى انا هطلع نون زائد 2 واللي قبلها اللي هي نون زائد 1 واللي قبلها اللي هي نون واللي قبلها نون ناقص 1 واللي قبلها نون ناقص 2 لحد ما اوصل لمضروب نون ناقص 3. تمام، كل ده خرجت من المقدار اللي عندي اللي جوه المضروب. طيب المقام اللي عندي مضروب نون زائد 2 ناقص س. هبدا اختصر بقى. لاحظ النون ناقص 2 تروح مع نون ناقص 2، قوس ده يروح مع قوس ده، ونون ناقص 1 مع نون ناقص 1، ونون مع نون، ونون زائد 1 مع نون زائد 1، ونون زائد 2 مع نون زائد 2. اصبح ان نون ناقص 3 على المقام بيساوي 1، هعمل طرفين في وسطين فيبقى مضروب نون زائد 2 ناقص الس يساوي مضروب نون ناقص 3. يعني معناه ان نون ناقص 3 هيساوي نون زائد 2 ناقص س. نحذف النون مع النون، نعدي الس الناحيه دي بعكس الاشاره، يبقى 2 زائد 3 ب 5، يبقى الس قيمتها ب 5. أول سؤال إجابته س بتساوي 5. سؤال رقم 2، إذا كان المتجهات أ و ب تمثل ثلاثة أحرف متجاورة في متوازي المستطيلات الذي حجمه بيساوي 40 وحدة مكعبة، فإن م في ك في ن بتساوي موجب أو سالب نقط. طيب إحنا عارفين يا شباب إن الحجم بالنسبة للمتوازي متوازي السطوح بيساوي الضرب بين المتجه الأول، هما ثلاث متجهات أ و ب و ج، أ ضرب قياسي للمتجه ب ضرب اتجاهي للمتجه ج. فهو جاب لي الأ والب والج، يعني هنعمل إيه؟ هنعمل محدد يعني عشان نطلع الحجم، وقال لي إن الحجم كان بيساوي 40. هنقل عناصر الأ الأول اللي هي الميم والتلاتة والسالب 2، وعناصر الب هنا بيقول لي ك في الصاد وخمسة في العين، يعني العين السين بصفر، يبقى صفر هنا وبعدين كاف وبعدين خمسة. الجيم نون في اتجاه العين وهنا صفر وهنا صفر. لاحظ دي صورة مثلثية، يبقى انا هفك هضرب القطر الرئيسي في بعضه، يبقى ميم في كاف في نون هضربهم في بعض التلاتة هيساوي كام؟ 40. يبقى ميم في كاف في نون هيطلع الناتج ايه؟ موجب او سالب 40. يبقى الحجم كان ب40، يبقى ميم في كاف في نون او الموجب او سالب 40. سؤال رقم 3، إذا كانت سيتا هي الزاوية بين المستويين، جاب لي المستوى الأول راء ضرب قياسي 2 وسالب 2 و 4 بيساوي 5، والمستوى الثاني 2 س زائد ص ناقص 2 ع بيساوي 3، فإن جا سيتا بيساوي نقط. إحنا هنجيب جتا سيتا الأول وبعدين نطلع جا سيتا من المثلث القائم الزاوية. طيب أنا عندي هنا المتجه للمستوى الأولاني نون 1 بيساوي 2 وسالب 2 و 4، والمتجه نون 2 المستوى الثاني 2 و 1 وسالب 2. تمام؟ طيب أنا عارف إن جتا سيتا اللي هي الزاوية بين نون 1 ونون 2 بيساوي نون 1 ضرب قياسي نون 2 على معيار متجه نون 1 في معيار المتجه نون 2. ضرب قياسي 2 في 2 ب 4، سالب 2 في 1 بسالب 2، و 4 في سالب 2 بسالب 8، الجذر التربيعي مربع الأول 4 زائد 4 زائد 16، يبقى هنا 4 و 4 8، 8 و 16 24، وهنا 4 زائد 1 زائد 4 يبقى 9، يبقى الناتج هيطلع معايا بالنسبة لجتا سيتا 4 ناقص 2 ب 2، 2 ناقص 8 بسالب 6 معيارها ب 6، جذر 24 في جذر 9، جذر 9 ب 3، جذر ال 24 اللي هو 2 جذر 6
أربعة في ستة بأربعة وعشرين، يبقى هنا اتنين في تلاتة بستة تروح معايا، يبقى واحد على جذر ستة. تمام، ده الجتا سيتا. هترسم مثلث كده قائم الزاوية، هنا سيتا، الجتا مجاور على وتر يبقى المقابل، هنربع الوتر ونطرح منه الضلع، يبقى جذر ستة تربعها بستة ناقص واحد بخمسة. تمام، يبقى أنا ربعت الضلع ده والضلع ده واطرحهم اجيب الجذر، تبقى جذر خمسة. هو عايز بقى جا سيتا، يبقى جا سيتا هيساوي المقابل على الوتر، جذر خمسة على جذر ستة. هنضرب بس المقام في جذر ستة عشان نتخلص من جذر ستة اللي في المقام، هيبقى جذر تلاتين على الستة، اللي هي الإجابة بتاعتنا جيم السؤال رقم تلاتة. طيب السؤال رقم أربعة، إذا كان المتوازي الأضلاع أ ب ج د، المتوازي الأضلاع حيث أ باتنين وتلاتة وسالب واحد، وب صفر وخمسة وتلاتة، وج سالب اتنين وسالب تلاتة وواحد، فإن الصورة المتجهة لمعادلة المستقيم ج د هي. طيب هو عايز الصورة المتجهة لمعادلة المستقيم وجاب لك متوازي أضلاع. ده متوازي أضلاع أهو، أ ب ج د، نقطة أ موجودة وب، أ موجودة وب وج ود. إزاي أجيب معادلة أو الصورة المتجهة لمعادلة المستقيم ج د ده؟ خد بالك ج د بيوازي أ ب، وهو في التمرين ما جابش د، هو جاب لي أ كانت اتنين وتلاتة وسالب واحد، والب كانت صفر وخمسة وتلاتة، وعندي الجيم سالب اتنين وسالب تلاتة واحد. يبقى طالما الجيم د بتوازي ب أ، المتجه ج د هيساوي المتجه ب أ لأنه بيوازيه. تمام، يبقى عشان تكتب معادلة المستقيم ج د في الصورة المتجهة، أنت عندك ر بيساوي ق زائد ك في ي، فأنت لما تجيب متجه ب أ هو نفسه هيبقى زي ج د لأنه هيوازيه، وأقدر آخد الثابت عامل مشترك لأن يبقى عندي شرط توازي إن أ ب بيساوي ثابت في ال ج، وآخد النقطة اللي هي إيه سالب اتنين وسالب تلاتة واحد. يبقى أنت عايز تجيب مين؟ عايز تجيب المتجه بتاعك اللي هو ب أ، هو قال لك ج د، يبقى أنت تجيب المتجه مين؟ ب أ أهو، اللي هي أ ناقص ب، أ ناقص ب، اتنين ناقص صفر باتنين، تلاتة ناقص اتنين، دي كانت كام يا شباب؟ ب كانت خمسة، ماشي، تلاتة ناقص خمسة بسالب اتنين، وعندي سالب واحد ناقص تلاتة بسالب أربعة، كده جبت المتجه ب أ، ال ب أ بيوازي ج د، يبقى متجه اتجاه المستقيم ج د هو نفسه متجه اتجاه المستقيم ب أ، يبقى عندك ر بيساوي، خد النقطة بقى اللي بيمر بيها المستقيم اللي هي سالب اتنين وسالب تلاتة واحد، زائد كف المتجه ي اللي هو بيوازي ب أ، هتاخد المتجه بتاعك ده اتنين وسالب اتنين وسالب أربعة. تبص في الاختيارات كده، ممكن تاخد طبعا عامل مشترك هنا لأن الثابت أي عدد هتاخد عامل مشترك هتضرب في الثابت اللي بره. ركز كده الاختيارات، في عندك سالب اتنين وسالب تلاتة وواحد، أهي موجودة سالب اتنين وسالب تلاتة وواحد في أول اختيار وتاني اختيار وتالت اختيار. طيب هنعرفها منين؟ هناخد ثابت عامل مشترك، تعالى كمل معايا كده، خد الاتنين عامل مشترك بينهم كلهم تضرب في الكاف، هيبقى كاف بره، يبقى من هنا ايه واحد، وهنا سالب واحد، وهنا يبقى سالب اتنين، خد برضو السالب عامل مشترك لان ده مش موجود اول واحدة، يبقى سالب اتنين وسالب تلاتة واحد زائد كاف، السالب واحد تضرب في الكاف يديك كاف لانه ثابت، مفهوم؟ الكاف ده عدد يا ولاد زي ما احنا عارفين، ناخد عامل مشترك يبقى هنا سالب واحد وهنا واحد وهنا موجب اتنين، طلعت معانا اهي الاجابة بتاعتنا، الاجابة ايه؟ ألف. أول اختيار عندنا في السؤال الرابع هناخده اللي هو ده سالب اتنين وسالب تلاتة واحد، وكاف مضروبة في سالب واحد واحد وإيه واتنين، أهي سالب واحد واحد واتنين. تمام، السؤال رقم خمسة، إذا كان واحد وأوميجا وأوميجا تربيع هي الجذور التكعبية للواحد الصحيح، فإن أ على أوميجا ناقص أ زائد أ في أوميجا أس سبعة كل أس أربعة بيساوي نقط. تعالوا كده نبسط المسألة، أنا عندي أ على أوميجا ناقص الألف زائد أ أوميجا أس سبعة كل أس أربعة بتساوي نقط. هنا ممكن أضرب أو يعني أشيل الألف دلوقتي مكانها أوميجا تكعيب كده، أ أوميجا تكعيب عشان أبسطها، تبقى أ أوميجا تربيع ناقص أ زائد أ أوميجا أس سبعة اللي هي أوميجا أس أربعة في أوميجا أس تلاتة، وطبعا يعني تبقى أوميجا أس ستة اللي هي بواحد في أوميجا، فيبقى لي أوميجا في المسألة أهو.
كله س أس أربعة. ممكن أخد الألف عامل مشترك من المقدار كله فيبقى ألف، وهنا أوميجا تربيع ناقص واحد زائد أوميجا، وأطلعها بره عامل مشترك تبقى ألف أس أربعة. أوميجا تربيع زائد أوميجا لما يتجمعوا على بعض ديك سالب إيه؟ سالب واحد. سالب واحد وسالب واحد بسالب اتنين، دي يا شباب ودي مجموعهم بسالب واحد. سالب واحد وسالب واحد بسالب اتنين وكل أس أربعة، فيبقى ألف أس أربعة في اتنين أس أربعة، اتنين أس أربعة بستاشر، فيطلع الناتج ستاشر ألف أس إيه؟ أس أربعة، اللي هي الإجابة ب. السؤال اللي بعده رقم ستة، معادلة المستوى الذي يحوي المستقيم الذي معادلته س بتساوي ص بتساوي نص ع ويمر بالنقطة واحد واتنين وتلاتة نقط. أنا عندي مستوى أهو، المستوى كان بيحوي نقطة، المستوى بيحوي مستقيم أهو، معادلته س بتساوي ص بتساوي نص ع وبيحوي نقطة واحد واتنين وتلاتة، يبقى إحنا لازم نجيب مين؟ المتجه هاء واحد والمتجه هاء اتنين عشان نجيب نون اللي هي العمودية على المستوى، لأن نون هتساوي هاء واحد ضرب ايه؟ اتجاه المتجه هاء اتنين. طيب المستقيم اللي عندي س بيساوي ص بيساوي ع على اتنين، أقدر أطلع المتجه بتاعه، متجه هسميه هاء واحد اللي هو متجه اتجاه المستقيم اللي عندي، دي معناها س على واحد يبقى هاء واحد واحد واحد، وهنا ايه؟ اتنين، لأن دي معناها س على واحد، أهي دي كأنها كده شباب س ناقص صفر على واحد، ودي كأنها ص ناقص صفر على ايه؟ على واحد، ودي عين ناقص صفر على اتنين. فمتجه اتجاه المستقيم اللي عندي هيبقى واحد واحد واتنين، تمام. تعال نجيب بقى متجه تاني اسمه هاء اتنين، هنعملها ازاي؟ انا عندي المستقيم هاخد اي نقطة عليه، خد بالك المستقيم لو انا خدت نقطة عليه مثلا هي صفر وصفر وصفر بتنتمي للمستقيم، والنقطة ليها واحد واتنين وتلاتة، يبقى انا كده اقدر اجيب مين؟ اللي هو الهاء اتنين، هطرح النقطتين من بعض يطلع واحد واتنين وتلاتة ناقص النقطة اللي هي صفر وصفر وصفر بتقع على المستقيم، فيطلع واحد واتنين وتلاتة، ده متجه الاتجاه التاني. يبقى انت محتاج متجهين عشان تضربهم في بعض ضرب اتجاه وتطلع نون. المتجه الاولاني جبناه من معادلة المستقيم، المتجه التاني اخترنا نقطة على المستقيم اللي هي صفر وصفر وصفر، والنقطة الموجودة اللي هو جابها لي اللي بتقع على المستوى اللي هي واحد واتنين وتلاتة، وجبنا المسافة بينهم، جبنا متجه الاتجاه هي اتنين، سمينا مثلا ديت كاف ودي صاد، نقطتين اهمت وطرحناهم من بعض طلعت واحد واتنين وتلاتة، فدي هاء اتنين. خلاص تعالى بقى نجيب المتجه نون، هنعمل ضرب اتجاهي اللي هي واحد وهي اتنين، تمام. واكتب هنا س وص وعين، هختار المتجه الاولاني اللي هو واحد واحد واتنين، المتجه التاني واحد واتنين وتلاتة، واعملهم ضرب اتجاهي، هلغي الصف والعمود هنا عشان اطلع معامل السين، يبقى واحد في تلاتة بتلاتة ناقص أربعة يديك سالب واحد في اتجاه سين، بعد كده ناقص الصاد الصف والعمود تلاتة ناقص اتنين بواحد، وهنا العين الغي الصف والعمود يبقى اتنين ناقص واحد بواحد، واحد في اتجاه عين، يعني طالع معايا سالب واحد وسالب واحد واحد، ده المتجه نون، تمام. طيب أنا عايز أعمل إيه يا شباب؟ عايز أعمل المعادلة أو عايز أجيب معادلة المستوى اللي هي نون ضرب قياسي راء بيساوي نون ضرب قياسي إيه؟ الألف. النون إحنا طلعناها اللي هي سالب واحد وسالب واحد وواحد، ضرب قياسي للراء اللي هي بتبقى س وصاد وعين بيساوي نون ضرب قياسي الألف، النقطة اللي عندنا هناخدها اللي هي صفر وصفر وصفر اللي عندنا أهو، دي اسمها إيه؟ النقطة اللي نعوض بيها اللي هي اسمها ألف، دي يا شباب. ضرب قياسي النون هيديك صفر، لأن صفر وصفر وصفر ضرب قياسي للنون اللي انت طلعتها يديك صفر. اصبح شكل المعادلة معانا اهو، سالب واحد وسالب واحد واحد، ضرب قياسي س وص وعين بيساوي صفر. بص الاختيارات كده، ده طبعا اللي هو راء وده نون اللي هو سالب واحد وسالب واحد واحد، ضرب قياسي راء بيساوي صفر. نبص الاختيارات بتاعتنا، عندي هنا الاختيار الاول واحد 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 وسالب، لا يعني الاشارات المفروض تبقى سالب واحد وسالب واحد واحد او واحد واحد وسالب واحد، واحد واحد وسالب واحد يا شباب، يعني الإجابة بتاعتنا الإجابة إيه؟ دال، لو قسمت على سالب خدت السالب عامل مشترك وقسمت عليها هيبقى يظهر معايا واحد واحد وسالب واحد ضرب قياسي راء بيساوي صفر، يبقى إجابتك هنا للسؤال ده دال اللي هو السؤال رقم ستة. المسألة رقم سبعة، إذا كان الشكل المقابل يمثل المتجه ب وكان المتجه أ بيساوي تلاتة وأربعة واتناشر، فإن معيار المتجه أ ب بيساوي نقط. احنا لازم نجيب الأول الألف ب ده
نقول هنا متجه ب ناقص المتجه ألف. نبص كده على الشكل، نقطة ب هحددها، الإحداث بتاعها هي بتقع في المستوى س ص، يعني العين بصفر. عندي السين هنا مشت ستة والصاد مشت تمانية، يبقى ستة وتمانية وصفر. وعندي المتجه ألف جابهولي تلاتة وأربعة واتناشر، سؤال سهل. فنقوم جايبين بقى ب ناقص ألف نطرحهم، ستة ناقص تلاتة بتلاتة، وتمانية ناقص أربعة بأربعة، وصفر ناقص اتناشر بسالب اتناشر. نقدر نجيب معيار بقى المتجه بتاعي اللي هو الجذر التربيع مربع الأول بتسعة، مربع التاني بستاشر، وهنا مربعها بمية أربعة وأربعين، يبقى خمسة وعشرين ومية أربعة وأربعين مية تسعة وستين، جذرها كام؟ تلاتاشر. طلع المعيار تلاتاشر وحدة طول. فهمتوا كده يا شباب؟ السؤال اللي بعده تمرين رقم تمانية. إذا كانت عين بتساوي أربعة في جا باي على ستة ناقص ت جتا باي على ستة، فأحد إن أحد الجذرية التربيعين هو نقطة. طيب خد بالك، أنت عندك الجا والجتا والربع، هنا الربع إن هو موجب وسالب، يعني الربع إيه؟ الربع الرابع. طب الربع الرابع لما أجي أغير الجا والجتا بشتغل مع التسعين، هنا تسعين ناقص سيتا، وهنا تسعين زائد إيه؟ زائد سيتا، وهنا تبقى سالب تسعين زائد سيتا، وهنا سالب تسعين ناقص سيتا. يبقى ناخد الربع الرابع ده يا شباب، سالب تسعين زائد سيتا اللي عندي، عشان احول طالما جا وجتا لازم اشتغل مع التسعين، يبقى انا عندي اربعة. باي على ستة دي عبارة عن كام؟ مية وتمانين على ستة فايت تلاتين، خلاص. فتقول هنا سالب تسعين زائد التلاتين تبقى سالب ستين، يبقى انت كده بتحولها للصورة المثلثية تبقى جتا اهو، سالب تسعين زائد تلاتين بسالب ستين، زائد ت في جا سالب تسعين زائد تلاتين بسالب ستين، تمام؟ خلاص انت كده حولت وجبت الساعة بتاعتك بسالب ستين. هو عايز بقى في المسألة عايز ايه؟ احد الجذرين. احد الجذرين لما تيجي تجيب الجذر هتقسم، طبعا تجيب الجذر ده تبقى باتنين وتقسم ده على اتنين تبقى سالب تلاتين معاك. تعالى كده تجيب الجذر الاولاني، جذر عين هنا باتنين، وهنا جتا ستين على اتنين فيها التلاتين، تبقى هنا سالب تلاتين زائد ت في جا ستين على اتنين برضو فيها تلاتين، ها نفس الزاوية. احسبهم كده عشان تشوف الاختيارات، جايب نواتج جاهزة، جتا بتاكل الإشارة، جتا تلاتين عبارة عن جذر تلاتة على اتنين، جذر تلاتة اتنين، وهنا جا ستين الجاب تطرد الإشارة، يبقى سالب تاء هنا، جا تلاتين بنص اضرب في اتنين فيبقى اتنين تروح، تبقى هنا جذر تلاتة ناقص تاء، يبقى الإجابة دي موجودة أهي يا شباب، أحد الجذرين هيطلع جذر تلاتة ناقص تاء، يبقى إجابتك هتبقى الإجابة ج. طيب الجذر الآخر بقى هيبقى برضه هتضرب في سالب، يبقى هنا سالب جذر تلاتة زائد تاء، ده الجذر الآخر، يبقى أنت جبت الجذر الأول والجذر التاني، ده موجود أهو، بيقول لي أحد الجذرين، يبقى هتاخد الإجابة بتاعتك إيه؟ ج. سؤال رقم تسعة، إذا كان لدينا مضلع عدد أضلاعه نون ضلعًا وعدد أقطاره 740 قطر، فإن نون قاف نون قاف تلاتة بتساوي نقط. طيب هو عدد الأقطار، إحنا عشان نجيب عدد الأقطار بنستخدم القانون، عدد الأقطار بيساوي تقول نون توفيقة اتنين ناقص إيه نون، ده قانون إحنا كنا حافظينه. هو قال لي إن عدد الأقطار كان بكام؟ بسبعمية وأربعين قطر، يبقى السبعمية وأربعين دول بيساوي نون توفيق اتنين ناقص إيه؟ ناقص النون. عدد الأقطار 740 بيساوي نون توفيق 2 ناقص نون. طبعا هنجرب بقى بالآلة الحاسبة نشوف النون في الاختيارات، اللي هو عايز ايه يا شباب؟ بص كده، هو عايز في المسألة نون توفيق 3. نجرب كده مع بعض نشوف عدد توفيق 2 ناقص العدد بيديك 740 على الآلة. نوقف الفيديو كده ونجرب الأرقام. توفيق اتنين ناقص العدد طلعت يا شباب اربعينها، ماشي، يبقى النون طلعت بكام؟ باربعين. جبنا النون باربعين، نقدر ان احنا نعوض بقى هنا، يبقى نون تساوي اربعين، يبقى هنا اذا نحط مكان النون باربعين، يبقى اربعين توفيق تلاتة من على الآلة، اربعين شيفت وعلامة التوفيق اهي تلاتة، يعطيك كام؟ تسعة آلاف تمنمية وتمانين. موجودة الإجابة ألف.
سؤال رقم 10، إذا كان الحد السابع في مفكوك المقدار حسب قوى س التصاعديه هو الحد الخالي من س، فإن قيمة هذا الحد بتساوي نقط. أنا عندي م على س تربيع ناقص س تربيع على م، كل أس كام؟ 3 ن. بيقول لي الحد السابع في مفكوك المقدار حسب قوى س التصاعديه هو الحد الخالي من س، يعني أنا أقدر أجيب إن الحد السابع هقول له بيساوي 3 ن توافيق ناقص من دي 1 6، التاني أس اللي تحت اللي هي سالب س تربيع على م أس 6 في الأول اللي هو م على س تربيع أس الفرق بينهم اللي هي 3 ن ناقص 6. بيقول لك الحد الخالي من س هو الحد إيه؟ السابع. يعني هنا مفيش فيه س، اشوف بقى س اس كذا سواء س اس صفر واشوف النون تطلع معايا بكام. تعال نصفيها، هنا 3 نون توافيق 6، الاس الزوجي ياكل اشاره، تبقى س اس 2 في 6 ب 12، م اس سالب 6، وهنا م اس 3 نون ناقص 6، وهنا الاس يبقى اطلع بالسالب يا شباب، تبقى س اس سالب 2 في 3 بسالب 6 نون زائد 12. تمام كده؟ تعالى بقى ناخد السينات مع بعضها كلها، يبقى س أس 12 وهنا 12 يبقى 24، وهنا سالب 6 ن. هو حد خالي من س، يعني المقدار ده هيساويه بس أس 0، يعني 24 ناقص 6 ن هتساوي 0، يعني ن تبقى ب 4. بعد ما جبت ال ن ب 4 انت عايز تعرف الحد السابع بكام، طبعا هتلغي منه السينات، الغي منه بقى السينات لان خالي من س، فيطلع عندك 3 ن توافيق 6 م أس سالب 6 في م أس 3 ن ناقص 6. ال ن ب 4 عوض مكان النون ب 4، 3 في 4 ب 12، 12 ناقص 6 ب 6، دي هتروح مع بعضها يعني يا شباب، فاهمين طبعا. بص كده الحد السابع اهو 3 نون توفيق 6، حط مكان النون ب 4 يبقى 3 في 4 بكام؟ ب 12، وهنا حط مكان النون ب 6 هنا، يبقى تقول م اس سالب 6 م اس 3 في 6، 3 في 4 ب 12 ناقص 6 ب 6، دول هيروحوا مع بعض، فيبقى عندك ان الحد السابع هيطلع 12 توفيق 6، 12 توفيق 6. يبقى الحد السابع يساوي 12 توافيق 6. فين بقى 12 توافيق 6؟ دور في الاختيارات او اعمل بالآلة الحاسبة احسبها، يعني 12 توافيق 6 شوف هتطلع بكام. 12 توافيق 6 هيطلع لك 924. يبقى اجابتك الاجابة ب للسؤال رقم 10، اجابتك ب. السؤال اللي بعده رقم 11، الشكل المقابل يوضح العددين المركبين عين واحد وعين اتنين في مستوى أرجنت، عايز يقسم عين اتنين على عين واحد. طيب نرسم كده مع بعض، أدا في مثلث قائم أهو، وهنا سيتا، طبعا الزاوية اللي بصنعها عين اتنين عبارة عن سيتا زائد الزاوية اللي هنا، هسميها مثلا ألفا، خلاص دي الساعة بتاعته، وقال لي إن الضلعين دول زي بعض. لو فرضنا مثلا يا شباب ان الضلع ده اسمه لام، يبقى ده لام، ده عبارة عن لام جذر اتنين. ليه؟ عشان لما تقسم عين اتنين على عين واحد بتقسم طول الضلع ده على ده، والزاوية بقى تقوم قاسم على ايه؟ على الفرق بينهم، يعني القسمة اللي هي الفرق بين الساعتين. طيب تعالى كده نجيب عين واحد، ايه رأيكم؟ عين واحد فين يا شباب؟ ادي عين واحد، هو قال لي عليها اهو، ادي عين واحد، يبقى عبارة عن لام في جتا سيتا زائد ت جا سيتا، اعمل الصورة المثلثية. هو جايبها في الاختيارات بالصورة الأسية، ماشي. يبقى عين واحد هتساوي نكتب لام في هاء أس سيتا تاء، ماشي، وعين اتنين هنجيبها برضه في الصورة جتا، الصورة المثلثية والصورة الأسية، جتا سيتا زائد ألفا زائد تاء جا سيتا زائد ألفا. يبقى هنا لام في هاء أس سيتا زائد تاء سيتا زائد ألفا في تاء، تمام. لما يجي نقسمهم بقى، دي طبعا كانت لام بتاعتها بإيه؟ بلام جذر اتنين، صح؟ لام جذر اتنين، وهنا لام جذر اتنين، فلما نقسمهم على بعض اقسم ده على ده يبقى تحت جذر اتنين هنا. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لإيه يا شباب؟ بالنسبة هو عايز منك في المسألة ده عين اتنين عين واحد، اقسم ده على ده، ده على ده، فلما نقسم ده على ده هيتبقى لي جذر اتنين فوق، صح؟ ولما تيجي تقسم هتطرح الزوايا ببعضها، عين اتنين أهي وعين واحد، فالسيتا تروح مع السيتا يبقى عندك إيه؟ ألفا. اللي هي الزاوية اللي فوق ده، وخد بالك ده مثلث متساوي الساقين، يعني ألفا بخمسة وأربعين، يعني ألفا بتساوي 45 درجة، لأن ده مثلث متساوي الساقين، فاهمين كده طبعا. الزاوية ده أهي بخمسة وأربعين، اللي هي ألفا اللي أنا قلت عليها دلوقتي دي بخمسة وأربعين درجة أهي، تمام. يبقى يعني نيجي نقسمهم على بعض، قسمنا الأطوال على بعضها، ولما نيجي نقسم بنطرح الساعات من بعضها اللي هي الزوايا، فيبقى هاء أس
هتطرح الزاوية مع بعضها، الزاوية دي كلها تشيل منها الزاوية ده هيبقى 45. يبقى ها أس 45 في إيه؟ في تاء. 45 دي اللي هي باي على 4 يعني. أنت كاتب باي على 4 في تاء أهي، باي على 4 في تاء، فهمته؟ لأن أنت بتقسم عين 2 ده على عين 1، تقوم قاسم الطول ده على الطول ده، وبالنسبة للزاوية تطرحها من بعضها، الزاوية دي ودي، الساعة بتاعت الأول والساعة التانية تطرحهم من بعض، فيديك الحل ده اللي هو جذر 2 في ه أس باي على 4 في ت. شايفينها كده يا شباب؟ اللي هي الإجابة د. إجابتك هتبقى د للسؤال رقم 11. سؤال رقم 12 بيقول إذا كان المستويين متوازيين فإن مين بنقط؟ طالما متوازيين يبقى أنت هتجيب نون واحد ويجيب نون اتنين بالنسبة أدى المستوى الأول وأدى المستوى التاني، أدى نون واحد برضه هيوازي نون اتنين، لأن النون بيبقى عمود على المستوى الأول وده نون عمود على المستوى التاني، فهما الاتنين بيوازوا بعض برضه. بيوازوا بعض يعني في نسب بين الأول والتاني، يعني الألف اللي في اتجاه سين والب اللي في اتجاه صاد وهكذا، بنعمل نسب يعني. هنا المركبة الجبلية في اتجاه سين اللي هي طبعا بص كده معايا، واحد واتنين وسالب اتنين، الواحد والاتنين وسالب اتنين، وهنا ميم وستة وسالب تسعة، وستة وسالب تسعة. تعمل نسب يعني يا شباب، طالما هما في توازي يبقى في نسب بين كل عنصر ونظيره، تبقى واحد على ميم بيساوي اتنين على ستة بيساوي سالب اتنين على سالب تسعة، يبقى الميم بيساوي ستة على اتنين فيها التلاتة، يبقى الميم هتطلع معايا يا شباب بتلاتة. خلاص يبقى إجابتك ايه؟ د. الميم بتساوي ايه؟ تلاتة. رقم 13 إذا كان المحدد بيساوي المحدد فإن س بتساوي نقط. طيب هنا محدد جاي على الصورة المثلثية، أقدر أفكه، أضرب تلاتة في س في س تبقى تلاتة س تربيع، ده ناتج مين؟ المحدد الأولاني. طب المحدد التاني ممكن أنا أفكه، أوجد الناتج بتاعه بالفك، تمام؟ ركز معايا كده هنفكه ازاي. بص عينك معايا، الأربعة دي شايفها؟ الأربعة ونفتح قوس أهو، ونلغي الصف والعمود بتاعها، ونضرب سالب تلاتة في صفر ناقص أ في ب تبقى سالب أ في ب. خلاص بعد كده ناخد الألف تبقى سالب أ، الغي الصف والعمود واضرب صفر في صفر ناقص أربعة ب، وبعد كده خد الأربعة الأخيرة دي بالموجب والغي الصف والعمود، تبقى هنا صفر في أ بصفر زائد 12 تبقى هنا في 12. لحد كده واضح؟ يلا كمل. 3 س تربيع بتساوي سالب 4 أ ب زائد 4 أ ب زائد 48، دول يروحوا مع بعض، يبقى 3 س تربيع ب 48، يبقى س تربيع 48 على 3 فيها 16، يعني الس تطلع موجب أو سالب إيه؟ 4. هو قال لك إن الألف بينتمي لح موجب والب بينتمي لح موجب، خلاص يبقى إيه؟ 4 بس. يبقى س بتساوي ايه؟ 4. خلاص يبقى س هتساوي 4، فهمتوا كده؟ هناخد ألف. السؤال رقم 14 في مفكوك المقدار حسب قوى س التنازلية يكون مجموع معاملي الحدين الأوسطين بيساوي نقط. هنا المقدار يا شباب س أس 2 زائد 1 على س الكل أس 13. خد بالك هنا نون بتساوي 13، يعني منفك الحدود يبقى عدد الحدود هيساوي 14 حدا. طب الحدين الاوسطين هتقسم على ايه؟ على الاتنين تبقى 7، واللي بعدها على طول تبقى ايه؟ 8. يبقى الحدين اللي في النص، الحد السابع والحد الثامن، هو عايز بقى يجمع معاملي الحدين دول، فانت هتجيب الحد السابع وتجيب الحد الثامن وتجمع ايه المعاملات، يعني تعوض مكان السين بواحد. الحد السابع بيجيبه ازاي؟ بتقول له 13 توفيق 6 في التاني واحد أس لتحت، في الأول أس الفرق، وهنا الحد التامن هتقول 13 توفيق 7 التاني أس لتحت، في الأول أس الفرق. طبعا المعاملات يبقى معامل الحد السابع زائد معامل الحد التامن عوض مكان السين بواحد، فيبقى هنا 13 توفيق 6 زائد 13 توفيق 7، دول جمع توفيقين متتاليين، بتاخد الكبيرة وتزود فوق واحد فيبقى 14 توفيق 7 بس، 14 توفيق 7 إجابتك ج. السؤال رقم 15 إذا كانت أ مصفوفة المعاملات لنظام المعادلات الآتية
فإن مرتبة المصفوفة ألف. هنشوف محدد المصفوفة اللي عندنا، والمحدد لو كان بيساوي صفر يبقى هتنزل درجة. عدد المجاهيل هنا تلاتة. طيب تعالى كده المصفوفة ألف بتاعتك اهي، خد المصفوفة بتاعتك اكتبها، وبعدين هذه المحدد بتاعها هنا تلاتة واحد واحد، وهنا واحد واحد واحد، أربعة اتنين اتنين. هات محدد المصفوفة ألف واحسبه. الغي الصف والعمود، يبقى هنا اتنين ناقص اتنين بصفر. الغي الصف والعمود يبقى اتنين ناقص دي اضرب في ده في ده، واحد في اتنين باتنين، ناقص أربعة تبقى سالب اتنين. وهنا واحد، الغي الصف والعمود يبقى اتنين ناقص أربعة بسالب اتنين، سالب في سالب بموجب، وهنا تطلع بإيه؟ بصفر. يعني محدد المصفوفة طلع بصفر، يبقى هي هتنزل درجة، وبالتالي رتبة المصفوفة ألف هتبقى من الرتبة هي التانية، لأن محدد المصفوفة ألف هتنزل إيه؟ تنزل درجة. تمام؟ يبقى الرتبة هي التانية. طبعا ما ينفعش بقى تنزل كمان درجة، لأن أنت اخترت مثلا مصفوفة زي دي وجبت المحدد بتاعها، يبقى تلاتة هيطلع بيتين مش هيساوي صفر، فتثبت على الإيه؟ على الرتبة التانية. يبقى طالما يا شباب جبنا محدد المصفوفة وطلع بصفر، يبقى هتنزل درجة، لأن هي من نظام تلاتة في تلاتة. تمام؟ نظامها كام؟ تلاتة في تلاتة. فهي المحدد لو كان لا يساوي صفر كانت تبقى تلاتة، لكن المحدد بتاعك طلع بصفر يبقى هتنزل رتبة للتانية. طب امتى تنزل للرتبة الأولى؟ لو أنت كنت جبت مثلا محدد زي ده وجبت الناتج بتاعه طلع بصفر. تمام؟ طبعا كلهم بقى، يعني ده طلعت إيه؟ تلاتة ناقص اتنين ناقص واحد باتنين، ودي تطلع بصفر تطلع بصفر. في يبقى في واحدة فيهم ما طلعتش بصفر، خلاص يبقى تثبت. تمام؟ يبقى طالما محدد لا يساوي الصفر لمصفوفة صغيرة خلاص هتثبت عند الرتبة التانية. فهمتوا طبعا يا شباب؟ يبقى الرتبة هنا ايه؟ الرتبة التانية. السؤال اللي بعده رقم 16، إذا كان مرافق العدد المركب عين اللي هو عين بار بيساوي سالب واحد زائد جذر تلاتة ت، فإن الصورة المثلثية للعدد المركب عين بيساوي نقط. هنا نجيب العدد عين، هنغير إشارة، تبقى سالب واحد ناقص جذر تلاتة. ركز معايا، أنت عندك العين بار جابها سالب واحد زائد جذر تلاتة ت. طيب اللام هنا تبقى الجذر التربيعي، واحد زائد تلاتة تطلع باتنين، دي اللام. طيب السيتا بتقسم الصاد على السين، هتبقى جذر تلاتة على الواحد اللي هي جذر تلاتة، وهنا الإشارة سالب وموجب، يعني الربع هو التالت. طبعا هنا ظا سيتا بيساوي الصاد على السين، جذر تلاتة على الواحد فجذر تلاتة، الإشارة عندك هنا سالب وموجب ربع التاني. يبقى هنا ايه الزاوية اللي ظلها بجذر تلاتة؟ الزاوية اللي هي بستين درجة، ولكن احنا مش هناخد ستين لأن بتقع في ربع التالت، يبقى مية وتمانين ناقص ستين بمية وعشرين درجة. تمام؟ يبقى الزاوية مية وعشرين درجة اللي هي السيتا بالنسبة للعين بار. تعالى بقى بالنسبة عندك هنا نشتغل بقى على مين يا شباب؟ احنا قلنا ان دي عين بار سالب واحد زائد جذر تلاتة. تمام؟ هو عايز مين؟ ده عايز عين يا شباب، زي ما احنا قلنا في الأول خالص. ماشي، طالما جاب لك العين بار احنا من الرسمة ليها يبقى هتغير إشارة السعة. يبقى هنا العين، اجي تاني معايا هنا العين وهنا السالب عين اهيت، ايوه عشان يبقى شغلنا مظبوط اهو، ادي العين ولا العين بار ولا السالب عين بار. يبقى دي العين بار اهي، السيتا بتاعتها السيتا هنا كانت بكام؟ بتاعت العين بار، بتاعت العين بار السيتا كانت 120، يبقى التانية بتغير الإشارة بس، يبقى سالب 120. فهمتوا؟ يبقى هنا عين وسالب عين، وهنا عين بار وهنا سالب عين بار. فلما نجيب السعة الأساسية بتاعت العين هتطلع بكام؟ بعكس إشارة العين بار. فالعين بار اللي عندي السعة كانت طالعة ب 120، يبقى السعة بتاعت العين الأصلية تبقى سالب 120. خلاص؟ فبالتالي العين بقى يا شباب هنقوم كاتبين، هو عايزها الصورة المثلثية للعدد مركب عين. أنت عندك اللام خلاص طلعتها بكام؟ اللام طلعناها يا شباب باتنين. اللام كان بكام؟ جذر التربيعي مربع الأول زائد مربع التاني هي جذر أربعة، تطلع بإيه؟ باتنين. واحد زائد تلاتة وأربعة جذرها باتنين، اللام باتنين. خلاص؟ يبقى تاني نقولها من الأول أهو، اللام بتساوي الجذر التربيعي مربع الأول بواحد، مربع التاني يطلع بإيه؟ جذر الأربعة اللي هو اتنين، أدي اللام. فبالتالي العين هتساوي اتنين في جتا، الزاوية بقى بكام؟ قلنا سالب 120، سالب 120. خلاص؟ ده بتاعت ايه؟ العين بار، العين اللي احنا بنجيبها سالب 120 زائد ت جا سالب 120. ده الحل بتاعنا يا شباب، اتنين في جتا
المية وعشرين بقى بالسالب اللي هي سالب اتنين باي على تلاتة، يبقى العين بتساوي اتنين في جتا سالب اتنين باي على تلاتة زائد ت في جا سالب اتنين باي على تلاتة. إجابتك هتبقى ايه؟ ب. فهم الإجابة بتاعتنا ب. السؤال رقم 17، إذا كانت ميم هي منتصف القطعة ب ج حيث أ وباء وج موجودين عندي، فإن معادلة الكرة التي مركزها ميم المركز بتاعها بيكون ميم وبتمر بنقطة إيه؟ بنقطة أ. طيب تعالى نجيب المركز الأول، هي نقطة المنتصف، هجمع السينات وأقسم على اتنين والصادات وأقسم على اتنين بالنسبة للب والجيم يا شباب، لأن يعني ميم منتصف الب والجيم، يبقى خمسة وواحد ستة، ستة على اتنين فيها تلاتة، وأربعة وصفر يلا أربعة على اتنين فيها اتنين، وهنا ستة زائد اتنين تمانية على اتنين فيها أربعة، ده المركز. هو قالك بتمر بنقطة أ، يعني نقطة أ بتحققها، تمام؟ طيب طالما نقطة أ بتحققها يعني هيبقى عندي نص القطر أقدر أجيبه بين ميم وأ. يبقى عند الألف موجود إحداثيها كان سالب اتنين وصفر وتلاتة، أقدر أجيب نق اللي هو المسافة بين ميم وألف عبارة عن الجذر التربيع، أدا الميم أهي وأدي الألف، تلاتة ناقص ناقص اتنين تبقى خمسة تربيعها بخمسة وعشرين، اتنين ناقص صفر باتنين تربيعها بأربعة، تلاتة ناقص أربعة بسالب واحد تربيعها بواحد، يبقى الجذر التربيعي لإيه؟ لتلاتين، ده مين؟ نص القطر. تقدر بقى تجيب معادلة الدايرة. عندك هنا س ناقص، هات المركز بقى، تبقى س ناقص تلاتة كل تربيع صورة قياسية، وهنا ص ناقص اتنين كل تربيع، وع ناقص أربعة كل تربيع بيساوي نق تربيع اللي هو ايه؟ تلاتين. دي الإجابة بتاعتنا اللي هي الإجابة رقم ج، نمرة ج يا ولاد شباب، ج موجودة قدامنا. إذا كان الحد الخمستاشر هو الحد الأوسط في مفكوك المقدار أ جذر س ناقص واحد على أ في جذر س الكل أس ن زائد تلاتة، حد الخمستاشر وحد إيه؟ الأوسط حسب قوة سيل التنازلية، فعايزين نجيب معامل الحد الستاشر. طب ما تيجي نجيب الحد الأوسط الأول للمقدار ده عشان نعرف النون بكام، ونقدر نجيب بعد كده معامل مين؟ الحد ستاشر. طب الحد الأوسط هنا هو هنا ن زائد التلاتة، دي عدد الحلول تقدر تطلعها، بتزود واحد زي ما احنا عارفين، يعني ده نون اس زائد يعني مقدار اس نون زائد تلاتة، يبقى عدد الحدود نون زائد اربعة بيزود واحد، يبقى قبليه 14 حد وبعديه 14 حد، يبقى هنا 14 14 28 وهو كمان يبقى كام؟ 29، يبقى عدد الحدود كلهم يا شباب 29 حد. طيب عدد الحدود بتجيبهم ازاي؟ بتقول له نون زائد تلاتة اللي هي الاس ده، بتقوم مزود عليه واحد وتساوي بعدد الحلول اللي يجي له 29، يبقى نون هتساوي كام؟ 29 ناقص 4 بتساوي 25، يبقى النون هنا المفروض تبقى بكام؟ ب 25. خلاص جبنا النون ب 25، انا عايز اجيب بقى معامل الحد 16، لازم اجيب الحد 16 الاول. الحد 16 لما احط مكان النون ب 25 هنا يبقى 25 زائد 3 بكام؟ ب 28، تمام؟ يبقى 18 28 توافق كام؟ 15 في الثاني اللي هو سالب 1 على أ جذر س أس اللي تحت، في الأول اللي هو أ جذر س أس الفرق بين ال 28 وال 15 اللي هم كام؟ 13. وعايز المعامل بقى، يبقى هنعوض مكان السين بواحد هنا والسين بواحد هنا، تمام؟ يبقى 28 توفيق 15 في عند الألف تطلع بأس سالب فوق تتضرب هنا، فتبقى هنا سالب ألف أس سالب 15 في ألف أس 13، ماشي؟ وتقوم بقى مبسط المسألة، سالب 15 زائد 13 بسالب 2، ماشي؟ فيبقى الناتج بتاعنا كام؟ هنا 28 توفيق 15 في ألف أس سالب 2 اهي يا شباب زي ما طلعت معانا، وقال لي في المسألة عوض عن ألف بنص، هيبقى 28 توفيق ال 15 الألف اللي عندي اللي هي نص، يعني 2 أس سالب 1 في سالب 2، فتبقى هنا 2 أس 2 اللي هي ب 4، يبقى 4 في 28 توفيق إيه؟ 15. 4 في 28 توفيق مش موجودة يا شباب، حاول بقى بسط، ممكن تتبسط التوفيق ده، أنت تطرح 28 ناقص 15 يبقى 4 في 28 أهي، وهنا نطرحهم من بعض ديك 13. أعتقد موجودة اللي هي الإجابة، كان في سالب معانا يا شباب في المسألة واحنا بنشتغل طلعناها بره، راجع تاني الحل كده معايا، كان في سالب قبل ما امسح، راجع خطوات تاني، طلع معايا 28
توفيق 15 في ألف أس 15 سالب ألف أس 15، يعني في سالب معانا حتى لحظة، هو في سالب في المسألة، سالب ألف أس 15 في ألف أس 13، كان طالع معانا كده 15 سالب، هتطرد الإشارة بره تبقى سالب 28 توفيق 13، نطرحهم من بعض عشان يطلع ناتج صح، وهنا تبقى ألف أس إيه؟ هنا 15، وهنا دي كانت ألف أس سالب 1 يا شباب، ماشي، لأن ديت 1 على ألف، فنجمعهم مع بعض تبقى ألف أس 2، تمام. يبقى سالب 28 توفيق 13 ألف أس 2، عوض مكان الألف باتنين، في أس 2 بأربعة، تبقى سالب 4 28 توفيق إيه 13. سؤال رقم 19، إذا كانت المصفوفة سالب 4 و5 وسالب 2 وهكذا لحد ما نوصل للعنصر الأخير اللي هو 7، هي مصفوفة مرافقات لمصفوفة المعاملات ألف لنظام المعادلات، وكان معيار أو محدد المصفوفة ألف كل تربيع بيساوي محدد الألف ملحقة، وقال لي إن محدد المصفوفة ألف كان أقل من الصفر، فوجد مجموعة حل المصفوفة ألف في سين صاد في عين بتساوي 9 15 و12. طيب هو أنا جاب لي في التمرين يا شباب، جاب لي المصفوفة الملحقة قبل دي مصفوفة المرافقات لمصفوفة المعاملات ألف، ماشي يا شباب، دي الملحقة، لأن هو قال لي دي مصفوفة المرافقات لمصفوفة المعاملات، يبقى دي المصفوفة الملحقة اللي هي كانت سالب 4 وسالب 6 وسالب 7 و5 وسالب 3 وسالب 7 وسالب 2 وسالب 3 و7. طيب قال لي إن المحدد بتاعها بيساوي محدد ألف في كل تربيع، تعال نجيب محدد الألف الملحقة، المحدد اللي عندي ده هنحسبه، يبقى هنا سالب 4 سالب 6 سالب 7 5 سالب 3 سالب 7 سالب 2 سالب 3 7، هنحسب المحدد اللي عندنا، نحسبه على الآلة الحاسبة، يطلع معانا يا شباب 441. طيب هو قال لي إن المربع الناتج اللي عندي اللي هو محدد ألف، بص كده، قال لي إن محدد ألف كل تربيع بيساوي محدد الألف الملحقة، يعني محدد ألف يبقى بكام؟ انت جبت الملحقة 341، تبقى الألف دي بكام؟ هتاخد الجذر بقى بتاع ايه 441 ده، هيديك موجودة جاهزة سالب 4، تمام. مصفوفة الملحقات مصفوفة جاهزة يا شباب، دي المصفوفة ايه الملحقة دي جاهزة، تمام. يبقى سالب 4، سؤال يعني ايه في فكرة، سالب 4 هتدورها بقى، عندك الملحقة تقوم مدورها، تبقى سالب 4 وهنا 5 وسالب 2، فكر معايا كده، وهنا سالب 6 وسالب 3 وسالب 3 وسالب 7 وسالب 7 و7، تاني يا شباب، يبقى هو عايز مجموعة الحل لمين؟ أ لما تضرب في س في ص في ع بيديك 9 و15 وإيه؟ 22، مننساش كمان نكتب التسعة والخمستاشر والاتناشر دول، ليه يا شباب؟ لأن الألف هتروح الناحية التانية مقلوبة معكوس ضربي، يعني انت بتجيب المعكوس الضربي للمصفوفة ألف هنا، فيبقى السين والصاد والعين يبقى بيساوي المعكوس الضربي للمصفوفة مضروبة في 9 و15 وإيه و12، يبقى انت كده جبت المعكوس الضربي للمصفوفة وهضربه في 9 و15 و12، وبالتالي هتطلع قيمة سين وصاد وعين، تضرب الصف كله في العمود، وهنا الصف في العمود والصف في العمود، وتقسم الناتج على إيه؟ على 21، يطلع معانا النواتج يا شباب، أول واحدة طلعت ب10، اللي بعدها 4، واللي بعدها العين سالب 2 في 9 بسالب 18 وسالب 45 وهنا 84، وهنقسم اللي يطلع على سالب 21، يبقى هنا سالب 8 و5 13، 2 و4 6 زائد 84، 4 ناقص 3 ب1 و8 ناقص 6 2 على سالب 21 تطلع بسالب 1، تمام. يبقى انت جبت مجموعة الحل اهو، خلاص هيبقى عبارة عن ايه؟ الزوج المرتب اللي هو 10 و4 وسالب 1. مسألة فيها فكرة يا شباب، يعني مسألة فيها شغل، خلاص تحاول بس ايه تفهم الطريقة، القاعدة اللي هو قال عليها دي، محدد ألف تربيع بيساوي محدد الألف الملحقة. عندي في المسألة جاب لي مصفوفة ايه؟ بيقول لي مصفوفة المرافقات لمصفوفة المعاملات، دي معناها ايه يا شباب؟ دي معناها المصفوفة الملحقة،
دي الملحقة اللي قدام، تمام. فطالما هي مصفوفة ملحقة نقدر نجيب المحدد بتاعها، اداني 441 جبنا الجذر طلع 21 بس بالسالب لانه قال لي الف ايه سالبة، خلاص. وبعدين جبنا المحدد خلاص بسالب 21، عوضت بقى في القاعدة دي. بصوا انا وديت الالف الناحية التانية، جبت المعكوس الضربي بتاعها، يعني انا عايز اجيب ايه المعكوس الضربي للمصفوفة. طب اجيب معكوس الضرب المصفوفة الف ازاي؟ اللي هي بتبقى واحد على دلتا الف اللي هي محدد الف يعني، وهنا بجيب مدوار المصفوفة اللي هي الملحقة واقوم حاطه هنا، لان كان عندي هنا دي مصفوفة ايه ملحقة فبدورها، واقوم منساش بقى اللي فيه 9 و15 و12 كمان موجودة معايا، دي الفكرة بتاعتها يا شباب. خلاص تعالوا نشوف اخر سؤال. اوجد طول العمود المرسوم من نقطة ب الى المستقيم لام الذي معادلته راء بتساوي 5 و1 و5. عايز اجيب طول العمود الساقط من النقطة ب 5 و سالب 1 و0 الى المستقيم راء معادلته 5 وكام سالب 1 و5 زائد كاف مضروبة في 2 و2 1، دي يا شباب بسالب 1، ماشي دي سالب 1. طيب عشان اجيب طول العمود الساقط ده هعمل ايه؟ هشتغل بقانون ايه يا شباب اللي هو الضرب الاتجاهي، اجيب المتجه ده ضرب اتجاه المتجه ده على معيار اللي تحت. طب هنا ب وفي نقطة موجودة عندك اللي هي 5 و سالب 1 و5، وعندك ه كمان، خلاص تقدر تجيب ه اللي هنا. ه هتطرحها ازاي؟ دي النقطة اهي يا شباب، دي النقطة، لأن راء بتساوي قاف زائد كاف في ايه في المتجه ياء، فدي النقطة. عشان اجيب ه لازم اطرح النقطة دي ناقص دي، يبقى دي هسميها مثلا أي اسم، ألف مثلا، ودي عندك ب فوق، طرحهم من بعض، 5 ناقص 5 بـ0 وسالب 1 ناقص سالب 1 يبقى بـ0 برضه، و5 ناقص 0 يبقى بـ5، دي النقطة. دي المتجه هي اللي انت جبته اللي هو 0 و0 و5، وعندك المتجه هي التالي موجود اهو، يبقى ده هي 2 بتاع مين؟ المستقيم. خلاص فاقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب طول العمود الساقط عن طريق ضرب اتجاهي. يبقى طول العمود الساقط يا شباب هسميه لام، هعمل ضرب اتجاهي للمتجه ده هسميه 1 و2 على معيار اللي تحت ده، معيار ايه؟ هي 2. تعالى نعمل ضرب اتجاه هنا بين هي 1 وهي 2، هي 1 اللي هو اللي فوق اللي هو كان 0 و0 و5 وهنا س وص وعين، وهي 2 اللي هو اللي تحت كان 2 و2 1. هنفك نلغي الصف والعمود هنا، صف وعمود نلغيه، هيبقى عندك كام؟ نلغي الصف والعمود كده بتاعت السين، صف وعمود يبقى هنا تبقى سالب 10، والصاد الغي الصف والعمود واعمل مقص يبقى هنا سالب 10 في سالب تبقى موجب 10، وهنا العين تلغي الصف والعمود تطلع بـ0. خلاص ده مين؟ الضرب اتجاهي اللي هو طلع سالب 10 وايه وسالب 10. تعال نجيب معياره بقى اللي هو الجذر التربيعي، يبقى ده مين؟ الضرب اتجاهي اللي هي 1 ضرب اتجاهي 2. هات معياره تقوم الجذر التربيعي، المربع الاول يبقى ب100، المربع الثاني يبقى ب100، المربع الثالث بـ0، على معيار اللي هي 2 اللي هي 2 اهي اللي هي الجذر التربيعي، 4 زائد 4 زائد 1 يبقى دي تطلع بتحت بـ3، وهنا فوق جذر ايه؟ 200 اللي هي عبارة عن الـ200 دي عبارة عن كام يا شباب؟ ممكن اقول 100 في 2، يعني يطلع 10 جذر 2 على كام؟ على 3 وحدة طول، يبقى الناتج هيطلع 10 جذر 2 على 3 وحدة طول. اتمنى تكونوا فهمتوا الامتحان يا شباب، وربنا يوفقكم في حياتكم، كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.